راني تو كيف بندير راني تو قاعد في الجبهه والحكايه حرب وين بنلقى دوش وين بندير حمام وامتى بنغتسل وراهو تو بيطلع وقت مثلا وقت الصلاه يعني الان مثلا للفجر. لا نقولوا لا نقولوا له عندك حاجه اسمها التيمم. التيمم يرفع الحدث الاكبر رفعا وقتيا. شو معنى رفعا وقتيا؟ بمعنى انك يجوز ان تتيمم وتصلي حتى لا يخرج وقت الصلاه ولا لا تضيع عليك الصلاه. شو معنى الرفع الوقتي؟ بمعنى ان لما تتوفر عندك الامكانيه او انك تستطيع ان تغتسل لابد ان تغتسل. يعني التيمم يرفع الحدث الاكبر رفعا وقتيا. عشرة كل الكراسي او تعالوا هنا. يعني الحدث التيمم هذا يرفع الحدث رفع موقف. يجوز ان تصلي والصلاه راه ما فيهاش حتى الاعاده مش مطلوبه انك تعيدها لانك دخلتها بوقت او ب يعني بدخول شرعي زي ما نقول. تيممت وانت جنب وصليت والتيمم هذا رفع لك الحدث. تيممت وصليت بعدين سمحت لك الظروف انك مثلا تروح للبيت او تروح لمقر الجبهه او المكان ووجدت يعني مكان ووجدت ماء كافي للغسل تغتسل ويرتفع بذلك الحدث رفعا كليا. ان شاء الله نكون فهمناها النقطه الاولى. يعني مساله التيمم هذا يعني ما تقولش والله اني تو ما عندناش الميه والميه شويه وين كيف بنغتسل وين كيف نسيب الصلاه وين كذا و الى اخره. ايضا مساله اخرى ربما هي كثيرا ما تحدث حتى بين الشباب وربما الانسان يستحي فيها. يعني ممكن ما يلينش حتى يصل والله كيف بنديره والله اني ملابسي مثلا اصابها شيء من يعني من الجنابه واني قاعد في الجبهه والعملية يعني شي وصلني وشي ما انت ما تندمش والله انت بنغص. لا نقولوا ان رفع يعني ازالة النجاسة يسقط على الانسان مع عدم القدرة. يعني الان انت غير قادر على ازالة النجاسة. صلي بها انت معفو عنها.